مالك هذاك الحمق المسطي يا راجل المرأة يا مربية الأطفال صافي طفال بوز انت تدور عاوتاني دق دق وتدور الملولي والله الا كتبغيني اكثر منها. اسمع نقول لك واحد الحاجه، سير تلام هذاك ثقب الاوزون اللي عندك لقالو شي حل، راه كيصيفط لنا الغازات السامه. اما انت علاش كتهضر؟ ما تلقاني واش مسميت امك ولا تلقاني واش مسميت اختك على ديك الصادر ولا ما تلقاني مزوج لك باختك؟ اصلا ما ديما نديرو التريكه ديال التريكه بحال كيكونوا خانزين اصاحبي، راك عارف هاد النويطه هادي بالضبط ديال خانزين منين جبتها؟ راه غادي نفرش. ولكن على التيسع راه حنا عاطينه لك والتيسع راه حداك مستعفيه مع راسك. شنو باغي عندي انا عاطيك شبر ماشي شبر 100000 كيلومتر ديال التيسع ماك دور دور تجي من الاولين من الاولين. الا كنت كتبغيني نقول لك انا راه ما عنديش معاها اللوابه. تحياتي اقسم بالرب تنفرشك ونعقدك في حياتك، ومره اخرى غتجبد لي المدام ولا مازال غتجبد على فمك، غتلقاني واقف عليك ما غتبقى فاهم والو. داكشي ديال الافلام القصيره راه ما غاديش ينفعك معايا، غتجبد لي المدام مره اخرى غنعقد امك في الحياه ديالك. اخبار فراس منين فانا وصلت لي هادشي كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. اما باش تقول انا كنهضر عليك، علاش شكون اللي كيهضر على الاخر اللي خارج في الانترفيوات مع دودو ولا مارت وكاس كتقول انا واش مسميتها في يديا مراتي هذيك وكنفتخر بها كتبغي مصلحتي وكنبغي مصلحتها.